انه اصحاب المستثمرات المطرودين والمحقورين، نحن مع الحراك الوطني، نحن رانا اغتصبت من اراضي الفلاحيه تاعنا من طرف ناس كانوا ذيول للاستعمار وقياد، وهذا الناس واقدام سبده، وهذا الناس راهم عندنا هنا في الملفات عندنا بوثائق انهم ممنوعون من الاسترجاع. لم نعلم كيف من مكنه في الاسترجاع ومن اعطاهم هذا الحق القانوني، وهذا تواطؤ، هذا تواطؤ كبير. وهذا الناس راهم جابوه، هذا الناس راهم حابين يجيبوه فرنسا واستغلونا نحن الفلاحين كحلقه ضعيفه. داونا الاراضي تاعنا بدون وثائق. اليوم راهي تخرجوا القضاة وراهم بينوا لنا باللي ودي كاين فساد، وهذه فوق الطاقة تاعهم كاين التليفون. اليوم احنا الحمد لله رانا كما يقول لك بالاعلام راح نوصلوا الحراك الشعبي، راح نفيدوه، لانه كاين لهنا في بلادنا راهم مازالوا اصحاب فرنسا هذو كعمال، وحنا ضحية وفرحنا لهذه القضاة كي خرجوا، وحنا رانا معاهم ومع الحراك ما زلنا مع الحراك هذا. حقرونا وخرجونا بلا غير قانونيا، احنا ما عنده حتى وثائق، خرجونا الا بنو جندارم هذا بخرجونا. احنا الدولة عطيتنا لاريتي، عطيتنا بان خدمه، وعندنا العقد امتياز تاعنا، وهو خرجنا الا بورقة، ما كاش حتى ورقة حتى بيان، وكرينا لها الماء، قلعنا 21 قطار، اقلعها قاع شجرة صغيرة اقلعها. نحن كحلقة ضعيفة للدوس علينا ثم المرور إلى أمور أخرى تمس المصلحة الوطنية الكبرى. هذا الناس راهم هم عوضتهم تعوضوا في ال في ال في ال في ال 62 بوثائق رسمية، وكاين وثائق راهي مخفية تدل على أنهم تم تعويضهم ثم مكنوهم ثانية من أخذ هذه الأراضي، وهذه سرقة بعينها وحقرة وظلم، ظلم كبير وشديد. اليوم التواطؤ تاع الإدارة راهم مغطيين عليهم. احنايا رانا فرحين بالقضاة درجة أولى اللي خرجوا، يعني راهم حل الحراك الشعبي، يعني احنا ماذا بينا أنهم يحقوا في هذه الملفات، لأنها كانت يعني فوق الطاقة تاعهم كما يقولوا هما بار تليفون، يعني باش يعاونونا. ونطلب من السيد الوالي هذا التدخل، لان الوالي لاصحاب هذا الاراضي حنايا تشانا بها، يعني القايد هذا ما عندوش العقد تاعها، الوثائق ما عندهاش، يعني كما يقول لك راهي بالدراهم كما نقولوا حنايا، الناس كاع راهي معاه، وين تروح يقول لك تاعو، في الاداره يقول لك تاعو، معناتها راهم مغطين. خلاها مبيضه، هذا موش قانون، راه فساد في المزرعه. هو اللي بومدين بمنح الاراضي الناس ما تخدم، ايه منح لهم ما تخدم، من بعد تهيكلت، هما اختلموا فرصه تاع الهيكله، كي تهيكلت هذيك الفرصه تاعهم، وبدا يديروا لهم السن القانوني، بدا يتقاعدوا كاع، من المهم الفلاح يبقى يخدم في الارض تاعو، يبقى هما لا والدينا تعبوا عليها وماتوا فيها، وراه كاين فساد في هذه البلاد، واللي السلطات اللي طالبوها ما توقفش معنا وما تجيش لينا، مدير الفلاحه، الوالي، كاداستر، هذو كاع تا واحد ما بغى يرفد معنا، وعندنا وثائق عليها، كي ندفعوا في دار الشراء يحكموا له، نعاودوا حنا نكسروا يعاودوا يحكموا له، رانا مده 20 سنه معاه، ما عنده حتى ورقه. المزرعه ممسوسه كاع في كل البلديه تاعها، سواء سنجاس ولا بوزغايا ولا ولاد فارس ولا ولاد فارس ولا الشلف ولا البلديات ممسوسين كاع من هذا الناس، هذا الناس يعني وانه ما داوش هذا الناس ما داوش لنا بهكذاك، هذا الناس حنا خوفونا، حنا ولاو نشدهم يدوا لمخيمنا، انا دخلت عليه الحبس، يهضر يوقفوه، حنا ما عندناش حق باه نقدموا ذاك الوقت، كان العدالة معاهم المسؤولين سواء الولاية سواء الوالي ولا مصالح الفلاحة ولا كامل كانوا معاهم. يطلبوا من الوالي ولاية شلف انه يتدخل بسرعة في ذي القضايا في أقرب وقت، ولا رايحين نوصلوا يعني حتى للباب تاعو اللي يخرج منه يدخل منه، يعني بانديروا يعني مسيره لهذا الشيء، مسيره سلميه، يعني
مدير فلاحه ما بغاش يتدخل، وكل حاجه راهي عنده هو اللي على باله. نحن نطالب كل الفاعلين والناس اللي عندهم غيره، خاصه الناس المجاهدين، الناس المجاهدين الاحرار المجاهدين، انهم هادو ناس حكم ما كنتوا تحاربون قد عادوا. يا ايها المجاهدون الاحرار ما كنتوا تحاربون قد عادوا بسهوله اكثر من